السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم مزيانين. اليوم جبت نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو على المنتوجات ديالي تنشري من ابغوشي، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق ديالكم الزوين، واللي باقي ما شاركش في القناه نتمنى انه يشارك معايا في القناه. كما تشوفون عندي هذه الورقه اللي هنا تيصيفطوها هنايا كل جوج مرات في الشهر، تيصيفطوها لنا للدار، اللي فيها لي بروموسيون، فيها لي كادو. فالحقيقه جد مهمه، تعطيوك 50% في المنتوج الاول والثاني والثالث، وعاد لي كادو. بالنسبه للبروموسيون ديال هاد الورقه، انا عجبتني بزاف هاد المكنه، اللي انا تتحسب شحال من كيلومتر درتيها وشحال ديال لاغريس اللي تحرق. فزوينه بزاف، خصني ناخذها اليوم. هي مزيانه بزاف ملي كنت نتمشاو. المهم غنخليكم واحد الجوله في المحل. بالنسبه لكريم الاساس، انا تنستعمل هادو جوج الحقيقه، دائما تنستعملهم. هذا اللي تيخلي زيرو ديفو، وفيه بزاف ديال الدرجات، فيه 3 ديال الدرجات. انا تناخذ شويه لي مغلوق على حساب البشره ديالي، وهذا اللي 6 في 1. هذا زوين بزاف، ما تيبانش يعني بحال ما دايره والو، ولكن زوين بزاف اللون ديالو. بالنسبه لكريم اليدين، انا استعملت كاع المنتوجات ديال ايفغوشي. هذا زوين بزاف، تيخلي اليدين رطبين وفيه الريحه زوينه بزاف، ولكن هذا احسن مؤخرا ناخذ هذا، واخا الثمن ديالو شويه زايد غالي، ولكن زوين بزاف لانه فيه انتي طاش وفيه 30 نوع ديال الزيت، يعني هو زوين بزاف. دوك لي طاش تيبقاو في اليدين وداكشي، ما تي مع المده يعني مع المداومه تينقصوا شويه، يعني زوين بزاف، انا عجبني هذا. وبالنسبه للكريم ديال اليوم، انا تنستعمل هذا كريم كنت نديرو كل نهار. هذا زوين بزاف ديال انتي غيد، يعني ديال التجاعيد اللي يلا تيبداو التجاعيد صغار يبانو. هذا زوين بزاف. هاد الكريم هذا انا باقي ما جربتوش في الحقيقه، لانه جديد، باقي
صيفطوه ليا يبغوا شي كادو، لان باقي عندي الاخر باقي ما كملتوش، قلت نكملو عاد نبدا في هذا. حتى هو ديال النهار ديال الانتياج. وبالنسبه للكريمات ديال ايبغوشي في حقيقه زوينين بزاف، لانهم كلهم تيكونوا هم من الزيوت ومن النباتات، يعني كلهم بيو، يعني زوين بزاف. بالنسبه لي ماسكارا فانا تنستعمل هادو، حقا هادو زوين بزاف. كاين هذا ديال 360 فوليوم، يعني تيخلي الشفار كبارين، يعني زوين بزاف. وكاين هاد النوع حتى هو زوين ديال ايبغوشي، لي ماسكارا ديالهم زوينين، يعني تيخليو الشفار يعني فيكس، يبقاو زوينين وما تيخليش داك الكحولة تهبط منهم، يعني تيدوم واحد المدة طويلة. هذا تا هو زوين ديال الفم لي تنستعملو. كاين بزاف ديال الألوان، فيه بزاف ديال الدرجات ديال الألوان. كاين هاد الكخيو قلم، هذا هو زوين ديال العينين. حقا زوين بزاف تحت العينين، ما تيخليش داك الهالات السوداء تبان. كاين هاد ديودورو اللي تنستعملها، حتى هي مزيانه بزاف، اللي ما فيهاش ملح الالومنيوم، ما فيهاش البارابان، يعني زوينه بزاف، يعني زيرو، يعني ما فيها حتى شي حاجه اللي تقدر تضر الصحه ديالنا. بالنسبه للشامبوان تنستعمل هاد النوع ديال الجبجوبة. كاين في الحقيقة بزاف ديال الأنواع بالنسبة للشعر الدهني وبالنسبة للناشف، فأنا شعري ناشف تنستعمل هاد ديال الجبجوبة. وأهم حاجة فيه هو أنه ما فيش سيليكون، ما فيش بارابان، ما فيش كولورون، يعني مزيان، يعني بيو. الثمن ديال شوية زايد، ولكن ملي تيكونوا لي بروموسيون تناخد ثلاثة ولا أربعة وتيبقاو عندي في الدار. حقيقة تنصح بيه، يعني زوين بزاف بالنسبة للشعر اللي تيطيح، زوين بزاف. وكاين هذا أبخي شامبوان، يعني بعد ما تنغسلو بشامبوان. انا هيك شعري ناشف تناخد هذا، حتى ما فيش سيليكون، ما فيش البارابان، يعني زوين بزاف. ومن بعد الدوش، لان شعري ناشف خاص ضروري من الزيت ولا هادي، فانا تنستعمل هذا الكريم دو سوا، يعني تنديرو من مور الدوش، وتنديرو حتى في الايام العاديه واخا تيكون شعري ناشف تنديرو، يعني مزيان بزاف. حتى هو ما فيهش لا سيليكون لا والو، يعني زوين بزاف. وهذا احسن من الزيت، يعني هذا كريم تديريه دائما يوميا، يعني زوين كما تتشوفوا، وبحال الكريم. حقيقة تنصح انا بهذه المجموعة ثلاثة بهم، يعني لو خديتيهم ثلاثة تيكونوا زوينين، تيكون المفعول ديالهم يعني ما بين شامبان وابخي شامبان زوينين بزاف.